نسبيين جزئين نسبيين، وسنوافي في المساء إن شاء الله بالمعطيات الكلية بالنسبة للخارج. للخارج أكيد، لكن في اللحظة سي خالد للمكاتب اللي راهي الآن لدينا بسم الله، الهيئة الانتخابية قبل بداية المراجعة الاستثنائية مجموع الولايات كانت بها 23,559,829 ناخب. الجالية بالخارج كان بها 914,018 ناخب. المجموع بين الخارج وداخل الوطن كان قبل إذن المراجعة كان 24,473,847. بعد فترة الطعون يعني بعد المراجعة وانقضاء فترة الطعون مجموع الولايات صارت الكتلة الانتخابية 23,568,012 ناخب. في الخارج صبحت 907,298، يعني مجموع بعد انقضاء أجل الطعون 24,475,310. توزيع الهيئة الانتخابية حسب الفئات، في مجموع الولايات عندنا رجال 12,796,896، وفئة النساء 10,771,116. نفس الأرقام بالنسبة للجالية في الخارج تكون كالآتي: بالنسبة للرجال 504,228، وبالنسبة للنساء 403,070 ناخب. ما يساوي المجموع بالنسبة للرجال 13,301,124، وبالنسبة للنساء 11,174,186. عفوا. بالنسبة للمراكز ومكاتب التصويت، المراكز مجموع الولايات فيها 13,193 مركز. نعلم أن مركز هي مجموعة من مكاتب، وعدد المكاتب 60,613، هذه المكاتب الثابتة. المكاتب المتنقلة 139 مكتب متنقل. بالنسبة للجالية بالخارج عدد المراكز 43، وعدد المراكز الثابتة 356. بالطبع المتنقلة مش موجودة في الخارج. المجموع المراكز 13,236، ومجموع المكاتب 161,108. الآن نسرد على ما سمعكم حوصلة ظروف افتتاح العملية الاستفتاء. مراكز التصويت عدد المؤطرين بها يعني لحد الساعة 58,286 مؤطر. مكاتب التصويت فيما يخص المؤطرين عندنا الأساسيون الحاضرون 295,861، وعدد المؤطرين الإضافيين الحاضرون 90,561. مجموع المؤطرين الحاضرين تطير المكاتب التصويت 386,400
2022. كان يعني معطيات جديدة تخص الملاحظين المعتمدين، لأن هذا العملية تحدث لأول مرة في الاقتراع في الجزائر، وهي متعلقة يعني بمواطنين متطوعين أرادوا أن يمارسوا حقهم في مراقبة مجريات الانتخاب داخل المكاتب، وكانت السلطة أصدرت قرار في هذا الشأن يوضع الشروط يعني التي لابد أن تتوفر في من يريد أن يكون من ضمن الملاحظين، وأيضا الشروط الإجرائية التي ينبغي اتباعها. ولأول تجربة هذه عندنا يعني عدد الملاحظين عبر مراكز التصويت، العدد الإجمالي يعني الملاحظين 966 ملاحظ، وعدد المكاتب التصويت التي يتواجد بها الملاحظين 811، يعني معناتها 966 هذه ملاحظ موزع على 811 المكتب، معناتها فيها مكاتب فيها ملاحظ واحد ومكاتب فيها فلربما اثنين او ثلاث ملاحظين، مع العلم ان لا يمكن تجاوز عدد ثلاث ملاحظين في مكتب واحد لاحترام لبروتوكول صحي لمواجهة كوفيد 19. الآن وفيكم بنسبة المشاركة على الساعة 11 عبر التراب الوطني بلغت 5.88%، أي ما يمثل 1,298,639 نخب، هذه على الساعة العاشرة. هذا كل ما كان لدي يعني أن أفيدكم به، وأخذ معك موعد يعني للفترة المقبلة إن شاء الله يكون لنا معلومات يعني أوفر حول يعني نسبة المشاركة وحول يعني عدد المصوتين، عبر فلربما نشير حتى لبعض البلدان يعني في فيما يخص يعني نسب المشاركة. شكرا جزيلا. سأحاول يعني تقديمه لكم في الحصة الآتية، ومع تحيين المعطيات الحالية في الحصة المقبلة يكون تحيين المعطيات الحالية، ثم فلربما يعني معطيات جديدة متعلقة ببعض الدول. شكرا لكم سيدي على كل هذه المعلومات وهذه مشاهدينا الكرام. إذا مباشرة هذا محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي ذكر طبعا هذه الصور نقلا على التلفزيون العمومي الجزائري، نسبة المشاركة حتى 11 وصلت إلى 5.88% في حدود 11 نذكر، أي 1,298,639 ناخب. أذكر في حدود الساعة 11 بلغت النسبة 5.88%. طبعا واصل هنا في الاستوديو مع الضيوف، ممكن هو آخر سؤال للسيد محمد عزوز، كيف ترى المجتمع المدني مستقبلا في ظل أنه تم دسترته ودوره الآن الذي سيلعبه في المستقبل طبعا في الجزائر؟ بكل صراحة. نعم. بكل صراحة، الانطلاقة يوم 12/12/2019. نعم. دسترت المجتمع المدني في مشروع تعديل الدستور، وإن شاء الله بعد ساعتين هنا إن شاء الله سيصوت الشعب بالأغلبية الساحقة، وبعد سترى النخبة الوفية للوطن وللمواطن ومساهمتها الفعالة.